عندنا يدعم هسه ناشد السيد محافظ الانبار وناشد قائد شرطه الانبار بان ما يصير احنا نترك الملف الامني على الجيش، والجيش اليوم هم ولدنا، لكن الجيش ما يتحمل كل شيء. احنا كعشائر مستعدين عند ما يدعمونا بوقود، عند ما يدعمونا فقط بعجلات ووقود، سوف تكون الصحراء اليوم فارغه، لان هم الموجودين بالصحراء اعداد قليله جدا، ولا يمكن ان يستهدفون الا يستهدفون الابرياء او يستهدفون النقاط الضعيفه او المدنيين او الرعاة. لكن اليوم داعش ما يقدر يستهدف بعد لا نقطه حذره ولا مركز حذر ولا مدينه حذره. داعش الان هو انهيار كامل، موجودين احداث قليله جدا، مفارز لا تزيد عن 4 أشخاص إلى 5 أشخاص يبعدون عن المدن 150 كيلو الى 200 كيلو. هناك مواقع بالقذف والحزيمين، والموقع الاخر هو في شمال مدينة راوة بالصحراء. قبل فترة كان هناك اجتماع مع قادة الجيش، وإن شاء الله الجيش منقصرين، لكن إحنا نريد من محافظتنا، نريد من محافظنا يدعم أفواج العشائر. وضحت الفكرة. تعقب عصابات داعش في الصحراء. طيب وضحت الفكرة. أكثر من 20 واجب قتلوا أكثر من 40 قيادي في الصحراء على مستوى من عام 19 و20 و21 و24 عندما كانت العشائر مدعومه باموال وقود فقط. يعني كان المحافظ السابق يدفع للافواج مال العشائر 15 مليون الى 10 ملايين. طيب وضحت الفكره. السيارات والغرب وقود.